ليندا، ضعينا في تفاصيل مشهد الاستعدادات لديك في اسطنبول لانتخابات غدا، تفضلي. يعني أميمة، بدأ في الساعة 6 مساء الصمت الانتخابي هنا في تركيا، ومع بدء هذا الصمت الانتخابي وجدنا أن كان هناك إزالة للملصقات التي كانت معلقة على العربات لكلا المرشحين، وكانت هناك إزالة للملصقات التي كانت موجودة في المنطقة التي أنا فيها الآن، وهي منطقة إيمي نونو في الطرف الأوروبي من اسطنبول. الجدير بالذكر أن كلا المرشحين كان لهم العديد من الدعاية الانتخابية منذ بدء الإعلان عن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. كانت من خلال، على سبيل المثال، مقابلات تلفزيونية، كانت من خلال إلقاء كلمات للشعب التركي، كانت من خلال كلمات مسجلة قبل بدء الصمت الانتخابي. كانت هناك كلمة شاهدناها لمرشح تحالف الأمة كمال كليتشدار أغلو، كانت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتحدث وقال أنه سيكون الفائز بهذه الجولة من الانتخابات الرئاسية. وعلى الجانب الآخر أيضا شاهدنا مرشح تحالف الشعب المعروف أيضا بتحالف الجمهور، الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، قال أنه سيكون الفائز بهذه الانتخابات، وقال أنه ممتن للشعب التركي لدعمهم له على مدار هذه السنوات خلال ترأسه لتركيا، وقال أنه يثق فيهم بشكل كبير جدا، وكما قلت قال أنه سيكون هو الفائز من جانبه. كان هناك أيضا دعاية انتخابية مختلفة، كان هناك من جانب كمال كليتشدار أغلو اجتماع مع حزب الشعب الجمهوري اليوم، تحدثوا فيه عن أهمية دعم الأسرة التركية، وتم الحديث أيضا عن الوعود الانتخابية التي تتمحور خاصة على المحور الاقتصادي والتحسين من الأوضاع الاقتصادية. على الجانب الآخر، الرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان كانت له كلمة في ولاية أو بلدية بيكوز في الطرف الأسيوي من اسطنبول، وتحدث أيضا عن ما تم إنجازه خلال ترأسه حكم البلاد، وكما تحدث أيضا عن الوعود الانتخابية لديه فيما يخص تعزيز دور الشباب في المستقبل ودعم الأعمال التجارية وتوفير قروض ميسرة للزواج، بالإضافة أيضا لتوفير فرص عمل للشباب. كانت هناك كما ذكرت دعاية انتخابية مختلفة على مدار اليوم لكلا المرشحين. أميمة. نعم ليندا، أشكرك شكرا جزيلا، وسوف نعود معك مجددا في خدمتنا الإخبارية في هذا اليوم وغدا لنعلم منك ما هو الجديد. شكرا لك، مفادة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من اسطنبول.